لم تذهب هذه المشاهد بعد من ذاكرة أبناء تعز. من بين احتياجات أساسية عديدة كان غاز الأكسجين هو المادة النادرة التي افتقدتها مستشفيات تعز، وبغيابها دخل الجهاز الصحي القادر على العمل في المدينة مرحلة خطيرة جدا، وهددت حياة المرضى والمصابين في هذه المستشفيات. عام ونصف قبل أن تتمكن تعز من امتلاك معمل حديث لتوليد غاز الأكسجين بإسناد من متبرعين وأهل الخير، وبات بوسع هذا المعمل أن يغطي احتياجات مستشفى المدينة وبقية المستشفيات في المحافظة. لا شك أن الموضوع كان صعب جدا في يوم من الأيام منذ سنة ونصف، لدرجة أن أنابيب الأكسجين كانت تحمل على مستوى جبل صبر، والقط والخط مقطوع والحصار تام وشامل، والجرحى والمرضى يموتون ونحن نراهم الأكسجين لا يوجد، لدرجة أن أسطوانة الأكسجين كان يحملها البني آدم وتحملها النساء ويحملها الحمير ويحملها الجمال. لا شك إلا أنها تغطي مدينة تعز تماما وتغطي المستشفيات كاملة الموجودة في المدينة، بل حتى يمكن نمتد على مستوى المحافظة. من 90 إلى 100 أنبوبة غاز يوميا ينتجها هذا المعمل الذي أقيم في مستشفى التعاون بتعز. يعتمد هذا المعمل على أحدث الإمكانيات التي تتيح له فرصة الاستفادة من الهواء الجوي في توليد مادة الأكسجين عبر عمليات كيميائية محددة. تعتمد بشكل أساسي على سحب الهواء الجوي عبر جهاز كومبريسور، جهاز شفط الهواء، تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة ثانية، مرحلة التبريد، ثم ينتقل إلى مرحلة فصل مكونات الهواء، يلي ذلك إلى خزان خاص بالأكسجين النقي حيث يصل النقاوة من 98 إلى 99%. سيستمر هذا المعمل لمدة 6 أشهر ينتج هذه المادة الحيوية ويوزعها على المستشفيات مجاناً، والأمر مرشح للاستمرار بعد هذه الفترة إذا قرر المانحون ذلك، وإلا فإن بوسع المعمل أن يعوض كلفة الإنتاج من خلال بيعها بسعر مناسب. معمل توليد الأكسجين هو أهم هدية منحها الخيرون إلى تعز بعد أن عانت الأمرين جراء غياب المتطلبات الأساسية وعلى رأسها مادة الأكسجين. الأمر الذي ضاعف من مأساتها وعاشت أكثر من عام ونصف هي الأسوأ في تاريخها. ليس مجرد معمل، إنه شريان حياة يتدفق في جسد المدينة فيمنحها الأمل بالغد الأجمل الذي تكاد شمسه تشرق من على سفح جبل صبر.